واحنا قبل اسبوعين من المدارس، وفي استعدادات كتير جدا او كبيره جدا بتقوم بيها الحكومه من ساعات قليله. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح معرض اهلا مدارس في محافظه الجيزه، بالتحديد في منطقه فيصل، وكان معاه محافظ الجيزه وكل المسؤولين والغرف التجاريه، كل ده عشان توفير اكبر قدر من احتياجات اولياء الامور واحتياجات الطلبه قبل بداية العام الدراسي الجديد اللي هو بعد أسبوعين. كل عام وحضراتكم بخير. تخفيضات كبيرة جدا جدا بتصل لحوالي 30% على كل المستلزمات الدراسية، وده الحقيقة بيتكرر في كل المحافظات تقريبا، وفي طبعا المقر الرئيسي كمان الموجود في أرض المعارض في مدينة نصر، ده غير كل محافظة بإذن الله هيكون فيها زي المعرض اللي موجود في فيصل في الجيزة، والرئيس الوزراء افتتحوا منذ قليل. معانا من مقر المعرض في الجيزة الزميل نور إبراهيم مراسل سي بي سي. يا نور، ازيك؟ مساء الخير استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الصورة وراك ما شاء الله. احنا بالفعل متواجدين، الناس انطلقت على 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 طول يا نور ودخلوا المعرض اهو وراك. بالفعل يا استاذ عمرو، اول يعني فور انتهاء دكتور مصطفى مدبولي من قص الشريط وافتتاح معرض اهلا مدارس بالمعرض الرئيسي بمحافظه الجيزه بالتحديد في شارع فيصل، كان بصحبته دكتور علي مسلحي وزير التموين، ومعالي اللواء احمد راشد محافظ الجيزه. بالفعل اول ما او فور الافتتاح توجه المواطنين، والمعرض تم افتتاحه امام الجميع، وزي ما حضرتك شايف كده في خلفي، لو استحمنا الكاميرا هنا معانا وخدنا جوله سريعه كده يا استاذ عمرو، شايفين كل ما يريده المواطن المصري من المستلزمات الدراسيه لابنائه. يعني هنلاقي الكتب، هنلاقي الكشاكيل، الكراريس، الاقلام، زي ما احنا شايفين حتى الاسعار تقريبا بتتراوح فيها تخفيضات من 20% ل 30%، وزي ما احنا شايفين ومتابعين على الهواء دلوقتي حالا بيتم عمليات الشراء امام المواطنين في حاله رواج كبيره جدا جدا جدا، وبرده الشنط متواجده كلها باسعار. كل منبهر بان في طبعا تخفيضات كبيره عن مثيلاتها في الخارج. اللي بعده كمان في ملابس اهو شايفين، وفي شنط مدرسيه وراك. حابب برضه استاذ عمرو ناخد لقاء مع بعض المواطنين، لقاءات مع بعض المواطنين ونسالهم نعمل ده. يلا بينا. شوف شوف انت العصوله الصغيره اللي جنبك دي اللي لابسه فستان ابيض، بص جنبك كده اهو على شمالك اهو، ها سامعني يا نور؟ طيب يلا يلا ماشي، انت على الهوا اهو. يلا هستاذن حضرتك، عايزين نعرف رايك ايه في معرض اهلا مدارس والاسعار قدامك. هو طبعا انا شركه النيل لزيوت ومنظفات، شركه صافو. اهلا مدارس طبعا لازم تبقى الرئيس السيسي عامل حاجه طبعا للشعب، وطبعا الناس كلها مبسوطه، طبعا يعني مبسوطه ان الاسعار معقوله في متناول الجميع، وان شاء الله التقدم اللي جاي يبقى احسن باذن الله، ونتمنى ان دايما يكون الشعب كده فرحان ونازل يعمل شوبينج حلو للناس يعني باذن الله. والف الف مبروك للافتتاح، افتتاح جميل. ميرسي يا عزوز. هنروح برضو ناخد مع مواطن تاني. حاجه جميله ما شاء الله، يعني هنروح عايزين ممكن جميل ممكن والله ما شاء الله. الناس رغم يعني يا دوب الافتتاح ما فيش من ساعتين، عايزين نعرف مع حضرتك حاجه، ايه رايك في المعرض اهلا رمضان؟ اهلا مدارس يعني جميل، حاجه مختلفه حلوه كده، جميل تمام، والاسعار كمان حلوه عكس بره خالص، عكس المحلات اللي بره والمكاتب وكده، حاجه ممتازه. يعني ايه رايك، انت كنت جاي بالتحديد تشتري ايه؟ كنت جاي اشتري بناطيل ولبس مدرسه وكده، والحمد لله طلعت يعني اشتريت بنطلون وكده، والاسعار مختلفه، الاسعار ممتازه يعني، خصومات حلوه. نور لو يعني سامعني، في وراك مع بعض المواطنين، في وراك ستات اهو كانوا بيشتروا اهو حاجات وراك على طول، وبيشوفوا الشنط وشارين. ايوه ايوه معاهم حاجات هو. يعني ايوه اشتروا حاجات. اسالهم بقى عن الاسعار يا نور. اهو اللي على شمالك اهو. مساء الخير، مساء الخير، احنا على الهواء مباشره مع استاذ عمرو خليل في برنامج من مصر، عايزين نعرف رايك ايه في اسعار الشنط، شايفه المعرض عامل ازاي معاك؟ المعرض كويس والحاجه كويس، اسعارها حلوه مناسبه، يعني تقريبا شايفه نثبت على الاسعار دي، مش بكره نيجي نلاقي سعر تاني.
لا ما هو اكيد هنا طالما متواجده الاسعار بكده وانطلق المعرض بنفس الاسعار هي اللي هتبقى متواجده كل يوم. احنا كل مره بنيجي بيبقى تاني يوم سعر تاني. لا الحقيقه تتقال. تمام. طيب انت ايه رايك بشكل عام في الاسعار؟ حلوه جدا حاليا الاسعار حلوه جدا دلوقتي. يعني مثلا الشنطه هنا ممكن تكوني بتجيبيها بكام ولقيتيها بره بكام؟ لا هنا في فرق بتاع حوالي 100 جنيه 150 جنيه. طب ده رقم كبير طبعا. طبعا عن بره كتير يعني. هنروح برضو جوله كده واحنا بناخد الجوله لسه يا استاذ عمرو مع حضرتك اهو. في هنا برضو بعض المواطنين احنا على الهواء مع استاذ عمرو خليل برنامج من مصر. شايفينك بتحاول تسال على اسعار الزي المدرسي، عايزين نعرف الاسعار هنا عامله ازاي في معرض اهل المدارس. انا لسه جاي حالا بس الاسعار كويسه يعني. طب قول لنا من اول ما دخلت المعرض تقريبا لمحت ايه فيه؟ ايه اللي شدك تيجي للمعرض؟ والله انا كل سنه باجي المعرض ده، فأسعار مميزة يعني، فهو أسعاره كويسة وأنا باجي كل سنة المعرض ده. طيب يعني تقريبا ممكن تشتري الزي المدرسي أو طقم لابنك بكام؟ لقيته هنا بكام؟ والله أنا لسه ما سألتش عشان برضه يعني لسه ما سألتش، بس ما سأل لسه ما سألتش. تقريبا البنطلون ب 140 حاجة كده يعني، بس يعني أفضل من بره شوية، حاجات بسيطة يعني. استاذ عمرو يعني ده كانت جوله كده سريعه لحضرتك طبعا وللمشاهدين من داخل معرض اهل المدارس بمنطقه فيصل، وده المعرض الرئيسي بمحافظه الجيزه. عوده لحضرتك من جديد في الاستوديو. اشكرك انور، شكرا جزيلا على الصوره الجميله والاراء الكويسه للناس على الهواء مباشره من معرض اهل المدارس في فيصل، يعني بعد دقائق قليله جدا جدا من افتتاح رئيس الوزراء ليه. شكرا جزيلا.